الباكورة للسيد المطاع، هذا ما نفعله في كل موسم عند القطاف. الباكورة لابي إذن، فهو الملك المطاع. وأنت في المكانة نفسها بعده يا سيدي. لا يفوتني شعر عدي، فهو حكيم حليم. فنفسك فاحفظها عن الغي والردى، متى تغويها يغوى الذي بك يعتدي. عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. وراجي أمور جمة أن ينالها، ستشعبه عنها شعوب لملحدي. قراءة سيد النعمان حسنت من شعرك يا عدي. شعر عدي حسن بليغ، وإني أجد متعة في قراءته. سيد الأسود، متى تستعد للصيد؟ ألا تذهب معنا يا نعمان؟ يجب أن أقضي بعض الشؤون التي أوكلني بها أبي. إن شئت أن تذهب إلى الصيد يا سيدي، فإني أقوم مقامك في أي شأن تريده. استأذن مولانا المنذر في هذا يا عدي، فهو الذي يوكل المهام والأعمال. لا رغبة لي بالصيد على أي حال. سنجعل مجلسنا كل يوم هنا لنتذاكر بالشعر ونقرأ ما تكتبه. يسرني ويشرفني ذلك يا سيدي. تذهبي أبعد من هذا المكان. انظري إلى الحرس. ما شأننا والحرس؟ الرجال يتخذون مجلسا هناك. أي رجال يا ماريا؟ أخوك النعمان وعدي. حقا؟ أين هم؟ لا تطيل النظر يا سيدتي، العيون حولنا. ليتني أرى عديا. كيف ترى تدبير عدي للأمور يا إياس؟ مولانا أطال الله في عمره، يحسن اختيار الرجال ويوكل إليهم ما يناسبهم من عمل. وعدي ابن رجل تقلب في أحضان الملك وعرف ما لم يعرفه أحد غيره، ووضع معرفته في عقل ابنه، فلا عجب أن يكون عدي كأبيه. أريد لأولادي أن يجالسوا عديا ويأخذوا عنه حسن سياسته وتدبيره. مولاي، أنا بحاجة إلى النوم والراحة يا إياس. إنك تجهد نفسك وتكلف بدنك بما لم تعد لك به طاقة يا مولاي. صدقت، يجب أن أريح بدني. مهلا يا بنات، مهلا. ما الذي أفزعك يا هند؟ هل
هو ذاك الذي يجلس مع النعمان؟ من هو؟ هيا هيا لنعود إلى مقصورتك. إنه هو عدي، أليس كذلك؟ وما شأنك أنت والرجال؟ وهل يبتسم الرجال كأشراقة الشمس يا ماريا؟ أم تراه وحده يبتسم هكذا؟ سيدتي، الشمس تصيب الناس بالحمى، ولا أريدك أن تمرضي. هيا لنعود، هيا هيا يا بنات. ما الذي يقلقك يا ابن مارينا وأنت في أحسن حال؟ حولك قومك والمنذر قربك إليه، وهذا ابنه الأسود لا يفارقك. هناك من هو أحسن مني وأقرب، ذلك الشاب عدي بن زيد، لا أحد يستطيع أن يصل إلى مكانته. ألا تحسن حسابه؟ ما دام الأمر بيد المنذر. وهل سيدوم الأمر للمنذر وقد كبرت سنه وبدأ يتعب ويكثر النوم؟ إنك تنظر لأبعد مما أنظر إليه، وتخاف أن يزول جاهك بزواله. وأنت يا إياس، ألا يخيفك ما يخيفني؟ إذا ذهب المنذر جاء أحد أولاده، وأنت أدرى بمكانتنا في نفوس أولاده. كسرى سيختار ملكا للحيرة بعد زوال المنذر، تذكر ذلك جيدا. سأتذكر. أهي هند؟ هند الصغيرة؟ أعني التي كانت صغيرة في يوم من تلك الأيام البعيدة. سانها حسنها وفرع عميم، أثيث وصلت الجبين أنيق، وثنايا مفلجات عذاب، لا قصد ترى ولا هن روق. أنت رام ماهر يا سيدي، ولكني أريدك في حديث وأمر لا يقبل التأجيل. خيرا يا ابن مارينا. أرى يا سيدي أن تجلس في مجلس مولانا المنذر حتى يعود معافا ويدير شؤون الملك. وما عمل الوزير عدي إذن؟ وهل سيصبح عدي بن زيد ملكا بعد مولانا المنذر عافاه الله وشفاه؟ الملك لك يا سيدي بعد أبيك، ويجب أن نعتاد وجودك في مجلس مولانا المنذر من الآن. من قال إني رشحت للعرش بعد أبي يا ابن مارينا؟ عرش الحيرة بيد كسرى، يضع عليه من يشاء. كسرى لن يأتي بملك من غير بيت ملك الحيرة عافاه الله، تذكر ذلك جيدا. ويلومون فيك يا ابنة سيد الناس، والقلب عندكم موثوق. سيدتي هند، عجبا من الزمان وسرعة مروره. لما
لما العجب يا عدي؟ العجب من الفتاة الصغيرة اللعوب والتي جعلها الزمان تصبح امرأة بهذا الجمال والكمال. أكنت تريد من الزمن أن يمر ليجعلني غير ما أنا عليه الآن؟ لقد أحسنت الأيام أن جعلتك كما أنت، وأحسنت لك الأيام أن جعلتك بهذا، بهذه المكانة التي تستحقها. الفضل لله ولوالدك مولانا المنذر رعاه الله، الذي ولاني ثقته ورفع مكانتي. لما تطيلين النظر في وجهي يا هند؟ أريد أن أرى ذلك الصبي الذي كنت أعرفه. أهو عندك خير من هذا الرجل الواقف أمامك؟ لا لا يا عدي، فأنت الآن مكتمل الرجولة. سيدتي هند، أين أنت؟ وأنت الآن أجمل النساء. شغلك الطائر اللعوب الذي يتقافز على الأغصان، أليس كذلك؟ ماريا، 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 أنا عاشقة يا ماريا، أنا عاشقة يا ماريا. لم يعد الجو مناسبا هنا، هيا لنعود للمقصورة، هيا. بكل اللوعة والأسى أنعي لكم ملككم المنذر. كان المنذر حليفا صادقا وفائدنا، وإنني لا أجد لوعة في قلبي لموته. ذهب المنذر يا مولاي وخل مكانه، ولا ندري من سيحل محله من أولاده. مع الرسالة التي نعى بها إلينا ابن مارين الملك، جاءتني رسالة من عدي بن زيد يذكر فيها صفات أولاد المنذر وأهواءهم وفطنتهم، وبما يختلف كل واحد عن الآخر، دون أن يشير علي بوضع أحد على العرش. هذا من عقل ونبل عدي وحسن سياسته، فهو يجل مكانة مولانا ولا يشترط أو يقترح عليه. للنعمان صفات أحبها، فهو أقرب شبها بالمنذر وأكثر دراية بشؤون الملك. أما الأسود فهو يستشير ابن مارينا بكل شيء، وهذا ضعف، فالملك يجب أن يشير قبل أن يستشير. صدقت يا مولاي، كثرة سؤال الرجال واستشارتهم من ضعف الحزم والعزم، فالملك عليه أن ينفذ بعض الأمور دون أن يستشير الرجال إلا فيما يستوجب استشارة. هو النعمان إذن. اكتب أمرنا يا وزيرنا، وسأضع خاتمي على هذا الكتاب. مولاي الملك النعمان، Thank you.
الشوق إليك أركبني حماقة المجازفة يا هند. تكدر لقاءنا بذكر ما لا أحب سماعه. عدي كم مرة على آخر لقاء لنا؟ أهو دهر يا عدي؟ لا أدري يا هند، ولكني شعرت أنه زمن طويل. نسج الحب بيننا خيوطا من حرير تصل قلوبنا ببعضها رغم بخل اللقاء وقصره. احذر العيون يا هند، فإني أخاف عليك كيدهم. الخوف ينغص لحظات الهناء هذه يا عدي، وعلينا أن نجد خلاصا من الخوف والرقيب. أريد أن ألقاك على مرأى ومسمع من الناس. لا يكون هذا إلا بالزواج. علي أن أذهب، هناك من يتحرك وراء الأشجار. يلتقى. كيف أستطيع أن أخطبها من أخيها الملك؟ أسرج الخيل، هيا. أنا لا أمرك يا سيدي، ولكني أرى أن تكون بالقرب من عرش أخيك الملك، ولا تدع أحدا يصرف الأمر غيرك، فأنت ابن مولاي المنذر. ذهب الملك من يدي، وما بقي يكفيها عني ابن زيد وأهل الوظائف. لا مكان لي في مجلس الملك. بل يجب أن تكون إلى جوار أخيك كتفا بكتف، فأنت الملك غدا. غدا؟ دعني في يومي هذا يا ابن مارينا. إلى أين تريد أن تصل يا ابن مارينا؟ خسر النعمان ملكا بفضل حزمي وفطنتي عدي بن زيد. أتراني لن أصل إلى أبعد من مكانتي يا ابن قبيصة؟ الأسود وهو من تعلم لا يبالي بغير له، ولن يصل إلى العرش إذا شب أولاد النعمان وصاروا رجالا. أنت بلا همة ولا عزم يرفعانك يا إياس، لذلك تبقى هنا وهناك كما أنت. أنا كبير في قومي ولي بينهم أعلى مكانة، وأنا كبير في ملك المنذر وابنه، ولا أرى في الطمع غير مهلكة وتلف. لا كبير عندهم غير عدي بن زيد الذي يقف حجر عثرة في طريقي. قل لي يا عدي، لبيك وسعديك يا مولاي. أنت تقول ندمت ندامة الكسعي لما رأت عيناك ما صنعت يداك. ما خبر هذا الكسعي الذي يضرب به المثل بالندامة؟ الكسعي رجل أعرابي صنع قوسا بيده، وأخذ سهاما وذهب إلى عين ماء ليصطاد، فأدركه الليل وجاءت الغزلان لتشرب، فأخذ يصوب سهامه في الظلام ويرمي حتى شعر أن الغزلان فرت وأن قوسه لم يسعفه لرمي السهام، فكسر القوس والسهام ونام في مكانه. وعندما أصبح الصبح رأى مجموعة من الغزلان حول الماء وقد أصابتها السهام، فندم لأنه كسر القوس والسهام. ما أحسن ما تقوله يا عدي، بل ما أحسن كل ما تفعله من أجلي، فأنت من وضعني على عرشي وثبت ملكي، وأني لا أدري كيف أرد لك بعض ما أستيت. هل تريد أن تكرمني لما تراه وفاء وجزاء لفعلي يا مولاي؟ قل يا عدي، فلو طلبت قلبي الساعة أخرجته من بين أضلعي ووضعته بين يديك. إذن فإني أريدك أن ترفع قدري ومكانتي وتشرفني بقبولي صهرا. أعني إني أريد أن أخطب إليك أختك هندا يا مولاي. اسمعوا ما يريده عدي. إنه يريدني أن أزوج هندا بنت المنذر. وإني لا أجد كفؤا لها غير هذا الرجل الذي ثبت ملكنا هو وأبوه زيد العبادي. اشهدوا
إني أزوج هندا من عدي الساعة. يجب أن يتزوج قبل أن ينفض مجلسنا هذا. كيف يحدث هذا؟ بنت الملك يزف ليلا وعلى عجلة. لا أريد أن أسمع صوتك ليلة يا ماريا، لا أريد. دعيني أنعم بهذه السعادة، بعد ساعة أكون مع عدي زوجة له، لا أخاف رقيبا ولا عينة. ألا ترى أنك تسرعت بهذا الزواج؟ ليتني عجلت به قبل ليلتنا هذا. عدي خير من نضع هندا بين يديه يا أخي. عدي ليس من أهل المنذر، لنا أبناء عم من دمنا وهم أحق بهند. أولاد عمنا، أولاد عمنا في إماراتهم، وكل منهم في شغل عنا، ثم لم يأتي أحد منهم لخطبة هند. حين تصحو غدا تندم، ويكون لك رأي آخر وقول آخر. انظر يا هند، إنه أول شروق يطل علينا ونحن معا. أجمل شروق في حياتي يا عدي. لم أشأ أن أغمض عيني، خوفا أن يكون هذا حلما فأصحو منه ولا أجدك. وها أنا ذا قربك وأنت قربي في يقظة أجمل من أي حلم رأيته في حياتي. ليتني أستطيع أن أقول أبياتا من الشعر كي أصف ما أحسه الآن، لكن السعادة حين تغلب المشاعر تتعثر لغة الشعر. في قولك هذا حلاوة ألذ من أي شعر. أدركوا الخائن الغادر. ما الأمر؟ ماذا جرى يا مولاي؟ أحدهم أراد أن يصيبني بسهم. ماذا؟ ومن أين أتى السهم؟ من هناك. ترى من الذي يريد قتلي؟ ولماذا؟ فداك روحي يا مولاي، سأنظر الأمر بنفسي. فداك أبي وفداك أمي. سيدي. حسنا فعلت، سأكافئك الآن. أنت فتى شجاع، خذ. مارينا؟ نعم يا سيدي، أريدك في أمر خطير. انصرف. أمرك مولاي. ماذا هناك؟ أدرك أخاك فإنه بجواري أفعى تاما، لا أحد يعرف متى تنهشه. سأقتل من يتهم عديا بأي سوء ما لم يأتني ببينة تقنعني. هذا ما كتبه عدي بيده لعدو لنا يغريه بالانقضاض على ملكنا. أستطيع أن آتيك بكتاب من كسرى يجعلك في مأمن واطمئنان،
على أن توليني ملك الحيرة. السهم الذي أصابك يا مولاي خرج من كنانة رجل من رجال عدي. أين عدي؟ أين هو؟ أريد أن أناظره الساعة. أمر مولاي. ها قد أتى الرجال بجثة الرجل الذي وجد مقتولا في مربط خيل عدي. ضعوه هنا. مولاي، أذينة لم تختر من يحسن الرماية يا عدي. كنت تبلغ منا ما تريد يا ابن زيد. كأنكم تريدون اتهامي بأمر خطير. وهل أخطر من تآمرك على ملكنا يا عدي؟ انظر، أليس هذا من خط يدك وعليه خاتمك؟ هناك من يسعى ليوقعني بهوة منذ زمن وأنا غافل. ذهبت الغفلة يا عدي وجاءت الصحوة. خذوه. مولاي أنا بريء يا مولاي، أنا بريء، إنها مؤامرة. أبعدوها عن وجهي يا مولاي، إنها مؤامرة. أريد عدياً. لا سبيل إليه يا سيدتي، لا سبيل إليه، لقد أغلقوا من دونه كل الأبواب. لا عدياً. ألا من مبلغ النعمان عني وقد تهوي النصيحة بالمغيب؟ أحظي كان سلسلة وقيد وغلا والبيان لدى الطبيب، وبيتي مكفر الأرجاف، فيه أرامل قد هلكنا من النحيب، فأدرنا الدموع على عدي كشن خانه خرز الربيب، حاذرنا الوشاة على عدي وما اقترفوا عليه من الذنوب، فإن أخطأت أو أوهمت أمرا فقد يهم المصافي بالحبيب، وإن أظلم فقد عاقبتموني، وإن أظلم فذلك من نصيبي. فهل لك أن تدارك ما لدينا ولا تغلب على الرأي المصيب؟ فإني قد وكلت اليوم أمري إلى رب قريب مستجيب. أبلغ النعمان عني خبرا مألكا، إنني قد طال حبسي وانتظاري، لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري. ليت شعري عن دخيل يفتري حيثما أدرك ليلي ونهاري، قاعدا يكرب نفسي بثها، وحراما كان سجني واحتصاري. أيها الحرسي اقترب أرجوك، اقترب. ماذا تريد؟ عندي سيف فيه صليب من ذهب، تركته في مجلس البستان، خذه على أن تضع هذه الرقعة بيد مولاك الملك النعمان. أرجوك أرجوك خذها. Thank you.
خذ. لن تصل رسائلك إلى النعمان بعد اليوم، ولن يشفع لك الشعر. غدا سيقطع عنقك يا عدي. ليس شيئا على العلون بباقي غير وجه المهيمن الخلاق. وتقول العداة أودى عدي، وأهلوه قد أيقنوا بفراقي. في حديد الأغلال يرقبني الحارس، والمرء كل شيء يلاقي.